السلام عليكم. اليوم غادي نبداو الخياطه ديال العبايه اللي قطعنا المره اللي فاتت. غادي ندوزو بدايه نلاقيو هذوك التقسيمات ولا التقطيعات اللي درنا في العبايه من الامام ومن الخلف. تقدروا تشوفوا الفيديو السابق فيه الطريقه ديال الفصاله ديال هذه العبايه. اليوم غادي نشوف معاكم طريقه الخياطه. غادي نكملوا تقسيمات بربعة كما كتلاحظوا خياطة ديال 1 سنتيمتر. بالنسبة لهادشي بالنسبة للجهات بأربعة نفس الطريقة غادي ندوزو نخيطوهم. هنا من بعد ما خيطنا القطعات بربعة غادي ندوزو نديرو ليهم السورجي باش ما يتنساش لينا التوب ديالنا. ونتلاقى معكم باش نشوفو كيفاش غادي نزكيو القطعات ديالنا. هنا غنجيو من بعد ما لقينا هادوك التقطيعات كاملين بأربعة غادي نجيو نقلبو العباية على الوجه ديالها ونجيو نغدوزو واحد الخياطة ديال 1 سنتيمتر باش نزكيو هذيك القطعات اللي درنا. الخياطه تكون من على برا على الوجه ديال العبايه. وهذه الطريقه غنديروها بالنسبه للتقطيعات بربعه اللي قطعنا. نبقاو نخيطو وحنا كنجبدو في التوب من على اليمين وعلى اليسار باش تمشي الخياطه التوب ما يتجمعش لنا داخل. غادي ناخذ الجهه الاماميه ونجيب واحد القطعه فيها 6 ديال السنتيمتر في العرض ديالها وفي الطول يكون هو طول العبايه. العرض ديالها 6 سنتيمتر الطول ديالها طول العبايه. غادي نجيو ونهبطو 1.5 بواحد ونص سنتيمتر. نهبطو بواحد سنتيم واحد ونص سنتيمتر ونديرو الخياطه. نديرو هذاك الباند اللي قطعنا فيها 6 سنتيمتر نديروها مع الوجه ديال العبايه وندوزو خياطه بهذا الشكل من بعد غادي نهبطو بخياطة حتى لتحت. هاد الباندا غادي نقلبوها كلها لداخل هي اللي غادي نلصقو فيها الصطيف ديالنا. هادو الا كنتو تذكروا معايا ملي بدينا الفصالة هادو هما 6 سنتيمتر اللي خلينا في الحاشية القيمة اللي غادي نلصقو فيها الصطيف. دابا من بعد ما خيطنا غادي نجيو نقطعو هذيك القطعه بالمقص كما كتشوفوا باش نحاولوا نقلبوها للجهه الداخليه. نحيدو داك الزياده اللي كاينه ديال الثوب ونقلبوا كلشي للداخل. نحاولوا نخرجوا ديك القنت بحال بواسطه برا ولا فنيسه. من بعد غادي ندوزو على واحد الخياطه جانبيه غير باش نزكيو الخياطه اللي درنا في الاول.
من بعد ما خيطنا الباندا وقلبناها لداخل ودوزنا عليها خياطة جانبية. هذا هو الشكل ديالها النهائي. غادي ندوزو دابا باش نلاقيو ونلاقيو الظهر مع الامام. نلاقيو الجهة الاولى وبنفس الطريقة غادي نلاقيو الجهة الثانية. ندوزو دابا باش نخيطو الكول. من بعد ما لاقينا الكتف كنطويو التوب على جوج ونحسبو هذه المسافه. هي مسافه ديال الدوره ديال الرقبه من الامام زائد المسافه ديال الدوره ديال الرقبه من الخلف. كندورو المتر بهذه الطريقه بنفس الطريقه اللي كنا نحسبو بها التركيز تقريبا. كنحسبو بها العنق. ناخدو قطعه تكون العرض ديالها تقريبا 14 سنتيمتر متنية على جوج ومن بعد تنيوها على أربعة. شوفوا العرض ديالها 7 سنتيمتر والطول ديالها هو الطول هو ديك المسافة اللي عبرنا زائد 1 سنتيمتر. كنعاودو ندخلو من هذيك الجهة اللي مفتوحة ندخلو بواحد 2 سنتيمتر ونهبطو بخط حتى لتحت. هذا شكل من الأشكال ديال الكول. هي كاينه بزاف ديال الشكل. انا اختاريت لكم هذا الشكل هو بسيط نبداو به وفي كل مره نكتشفوا شكل جديد. غادي نجيو ونفرقوا هذيك القطعه على جوج ونديروا لها الفيزلين باش نثبتوها وندوزو نشوفوا الخياطه ديالها. من بعد ما ثبتنا عليها الفيزلين غادي ندوزو ونخيطو القطعة ديالنا من الجهة الفوق والجهة اللي تحت نخليوها مفتوحة. غندوزو عليها بخياطة جانبية بهذا الشكل باش نعاودو نقلبو كل شيء داخل. ندوزو دابا الخياطة. غادي ندوزو بخياطة جانبية كما كتشوفو بهذا الشكل. ندورو على الجهة من الفوق كاملة ديال الكول وندوز دابا ونقلبو كل شيء الجهة الداخل. نقلبو الكول ديالنا الداخل نحاول نخرجوا القناة ديالو باستعانة ديال الببرة ولا ليبانكل. من بعد ما قلبنا كلشي للجهة الداخلانية نحاول نزكيو هذيك البلاصة بالخياطة. غادي ندورو عليها كاملة من الحاشية ديالها بخياطة العرض ديال الصباط يعني 1 سنتيمتر. ندورو عليها كاملة وعلى الجهة اللي لتحت حتى هي نزكيوها بالخياطة قبل ما نلصقوها في العنق. دابا غادي نتنيو العنق على جوج نحدو المنتصف ونجيو الكول حتى هو اللي خيطنا نتنيو على جوج ونحدو المنتصف ديالو ونجيو نديرو المنتصف ديال الكول مع المنتصف ديال الرقبة من الخلف. نديرو الجهة الدخلانية ديال المونطو نبداو بها هي الخياطة. نديرو الجهة الدخلانية ديال المونطو هي اللي نبداو بها الخياطة. ندوزو على الكول كامل من القنت حتى القنت خياطة ديال 1 سنتيمتر. نحاولو كيما درت انا هنايا نحاولو نزكيو بليزيبانغ ولا بفوفيلاج. ندوزو عليه بخياطة ونتلاقى معاكم بعد باش نشوفو الشكل ديالو.
هنا غادي نجيو باش نلاقيو الكمام، هي نفس الطريقه اللي لقينا بها الكمام المره اللي فاتت في العبايه، هي نفس الطريقه كتكرر كل مره. نلاقيو ونخليو 1 سنتيمتر ديال الخياطه، نلاقيو بهذه الطريقه. غادي نجيو دابا نوريكم هذيك القطعه اللي زدنا في الكمامه لتحت. خدينا قطعه الطول ديالها هي طول الكم، دوره الكم من تحت، والعرض ديالها انا خديت هنا 18 سنتيمتر، كل واحد على حساب الذوق ديالو. غادي نتنيوها على جوج وغنلصقوها في الكم ديالنا من تحت. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. من بعد ما خيطناه غادي ندوزو دابا ونلاقيو العبايه ديالنا. غادي نوريكم دابا الطريقه كيفاش درت الضيف. غادي نجيو نعبر الصدفه شحال فيها والعبار اللي لقيتو نحطو، ونجيو نشوفو في الماكينه. هو كل ماكينه والطريقه كيفاش كدير، يكفي فقط انكم تتابعوا التعليمات اللي كاينه في الكتاب اللي كيكون في الماكينه. خليكم تشوفوا الشكل النهائي ديالو.